بسم الله الرحمن الرحيم. ايش كان اخر حاجة قلناها الدور الفات؟ اصابات الجهاز التنفسي والتنفس الصناعي. حكينا عن ايش؟ من ايش بتكون؟ نعم، من ايش بتكون الجهاز التنفسي؟ طيب ممكن حدا يقول لنا من ايش بتكون الجهاز التنفسي؟ كيف تتم عملية التنفس الطبيعية؟ كيف يتم الشهيق والزفير؟ نعم، كيف يتم دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون عن طريق الأنف والفم؟ كيف بتتم العملية؟ انقباض الحجاب الحاجز. فشو بيصير لما ينقبض الحجاب الحاجز؟ حجاب الحاجز هاي ايش؟ الرئتين، وهاي الحجاب الحاجز، مش هيك؟ الحجاب الحاجز حين ينقبض بصير شكله بالشكل هذا. الفراغ هذا كله وين بصير؟ بصير زيادة في حجم الصدر، مزبوط؟ كمان بين الضلوع وعلى الضلوع في عضلات بتنشد، فبفتح الصدر، بصير عندك توسع في الصدر أفقي ورأسي، بصير توسع في الصدر أفقي ورأسي. هذا التوسع بيساوي ضغط سالب في داخل القفص الصدري. الضغط السالب هذا بيؤدي إلى سحب هواء عن طريق الأنف أو الفم أو الأنف والفم عشان يعادل إيش؟ الهواء السالب. لما يصير الهواء متزن بأخذ الإنسان الأكسجين، الجسم خلص ببطل في حاجة إلى أكسجين، بيرجع كل إشي إلى ما كان عليه. عشان هيك بسموه الزفير عملية سلبية. ليش سلبية؟ تعمليش فيها ولا شيء، الجسم إيش بعمل فيها؟ ولا حاجة، كل شيء بيرجع لمكانه. الحجاب الحاجز بقى نازل، رجع القفص الصدري بقى مفتوح ضيق، يبقى كل إشي رجع لحاله، بسموه عملية سلبية. فبطلع الهواء وبتصير هذه ما تسمى بعملية الزفير. قلنا لمن نقوم بعمل تنفس صناعي؟ مين ذاكرة؟ كل من توقف عنده تنفس، واحد سليم ووضعه كويس وفجأة توقف عنده التنفس، نعمل له تنفس صناعي. لكن واحد له 10 أيام بيموت في حالة نزاع، متوقف عنده ويعني ما فيش أمل من أنه يرجع يصير وضعه منيح، نعمل له تنفس صناعي، لأنه يعني نتعبه على دون نتيجة. طبعا لو كان برضو الواحد بتنفس تنفس غير كافي، يعني ممكن الواحد يتنفس مرة أو تنتين في الدقيقة، وهذا بتكفيش الجسم. إذا كان فيش تنفس أو صار يتنفس مرة أو مرتين في الدقيقة، إحنا بنتنفس حوالي 20 مرة في الوضع الطبيعي، بنعمل تنفس صناعي. مكونات الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي اللي هو عبارة عن القفص الصدري والرئتين، الأنف والقصبة الهوائية، تعمل اللي هي إيش؟ الجهاز التنفسي. من ضمن القصبة الهوائية، في أعلى القصبة الهوائية حاجة تسمى الحنجرة، وهذا الحنجرة يعني هي عبارة عن ممر للهواء. في الجهاز التنفسي السفلي اللي هو عبارة عن الشعب الهوائية اللي في الصدر، في عدة شعب زي الشجرة بالضبط، هذه اسمها الشعب الهوائية، وهذه الشعب طبعا بتم فيها عملية دخول الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في كل أنحاء الرئة، وبتم فيها عملية تبادل الغازات بواسطة الشعيرات الدموية، بتنقل ثاني أكسيد الكربون وبتحمله وبتطلع برا وبتعطي أكسجين للإنسان. في الوضع الطبيعي كيف بيصير؟ بيصير انه الحجاب الحاجز بينقبض، قلنا الاضلاع بتتمدد فبيخش هواء،
خلصنا أخذنا اللي بدنا إياه، برجع كل إشي إلى ما كان عليه، وبصير عندنا عملية الزفير. فعملية الزفير الجسم بيعملش فيها ولا إشي. طيب الحين احنا ايش يعني عمل تنفس صناعي؟ الان احنا لما اذا اردنا ان نعمل تنفس صناعي، غالبا بنعمل تنفس صناعي عن طريق ايش؟ ان بنعطي المصاب هواء من المسعف. الهواء عبارة عن هواء ايش؟ زفير. طب هواء الزفير فيه اكسجين؟ غش فيه. طب معناته بنخنق. لو واحد اعطيناه بس ثاني اكسيد كربون ايش بصير فيه؟ ها؟ بنخنق، الجسم يحتاج الى اكسجين. وبناء عليه يعني الاصل يكون فيه في الزفير اكسجين. الان في هواء الزفير فيه اكسجين ولا فيش؟ بعدها السؤال. ها؟ يوجد. يوجد، ايش دليلك على انه يوجد؟ مين واحد يجيب لحاجه من الواقع العملي انه في هواء الزفير اكسجين؟ إذا أردنا أن نوقد نار وبعد أن اتقدت النار انطفأت، إيش بنعمل عليها؟ إيش ماذا يحدث للنار؟ تتقد ثانية أو تولع. إيش معنى أنها بتولع؟ معناته أخذت أكسجين من هواء اللي أنا بأنفخه. الهواء اللي بنفخه هو زفير. عشان هيك في الوضع الطبيعي في الجو العادي الأكسجين في الهواء الجوي 21%، هذه نسبة الأكسجين في الهواء الطبيعي. ماشي، أخذناه من وإحنا صغار هذا الكلام ولا متذكرين؟ كانوا بيقولوا إنه خمس حجم الهواء إيش؟ أكسجين. الحين بدقة عملوها صارت 21%، في 4% ثاني أكسيد كربون، في 4% ثاني أكسيد كربون، وطبعا الباقي محتويات الهواء اللي هي زي بخار مية زي نيتروجين زي كذا. الآن الجسم لما بياخذ الأكسجين بيطلع بيستفيد فقط من 5%. الجسم فقديش بيطلع في هواء الزفير؟ بضل 16% في هواء الزفير اكسجين، والا بظبطش اعمل هواء من هواء الزفير لاسعاف واحد مخنوق بده تنفس صناعي. لانه اذا كان كل ما بخرج من جسمي بس ثاني اكسيد كربون، اذا في ضايل شويه امل بقضى عليه ولا لا؟ لانه انا لازم اعطيه اكسجين مش اعطيه ثاني اكسيد كربون. عشان هيك هواء الزفير فيه 16% اكسجين، بدليل انه لما ننفخ على النار بتزيد اشتعال. بزيد اشتعال بمعنى احنا بنمدها بالاكسجين، يبقى ثاني اكسيد الكربون موجود صح، بس في نسبه اكسجين ايضا في هواء الزفير، لانه بتتحول النسبه من 4% ل 4%. 4% يعني حوالي عدة أضعاف، مظبوط؟ 4% ل 4% صارت 100 ضعف ولا لا؟ نعم. طبعا كيف بصير التنفس بشكل عام؟ بشكل عام انه المخ هو المركز لعملية التنفس. مخي بقول لي انه انا خس على الجسم اكسجين، فبروح بأدي إشارة للجهاز التنفسي انه بدي اكسجين، بروح الجهاز التنفسي مد اشاره الجهاز العصبي مد اشاره لوين؟ للجهاز التنفسي، بتشتغل الجهاز التنفسي. ومن فضل الله سبحانه وتعالى انه الشغله يعني جزء كبير منها لا ارادي. احنا قلنا انه التنفس غالبا ايش؟ غالبا لا ارادي، انه في جزء بسيط فقط ارادي. كان انت ما عرفتيش لا تنامي ولا تصور، كل واحد بده 26 مرة في الدقيقة يقول بدي اخذ نفس، بدي اطلع نفس، بدي اخذ نفس، كذا يعني عملية ازعاج. بس ربنا سبحانه وتعالى عمل التنفس عن طريق لا ارادي، بمعنى انه المخ بيبعث اشارة والجهاز بيستقبل
وهيكوا قاعدين يعني فيش حدا منتبه لحاله انه بتنفس، ولا منتبهين لكن بدنا ننفس ولا لا؟ من فضل الله سبحانه وتعالى، عشان الجسم لا يستغني عن الاكسجين. قلنا الله سبحانه وتعالى مش محكم واحد في العالم في الهواء، في واحد في العالم بتحكم في الهواء؟ من فضل الله سبحانه وتعالى انه الهواء هذا ملك للفقير والغني والمريض والسليم والبعيد والقريب واللي فوق واللي في السماء واللي في الارض، كله ايش بيصلوا ايه الهواء. فيعني مشكله الناس اللي بيطلعوا على الفضاء ايش مشكلتهم؟ انه ربنا بيقول عن الناس اللي بيعملوا مشاكل كانما يصعدوا في السماء. ايش يعني كانما يصعد في السماء؟ يعني كل ما طلعت عالي عالي بخس اكسجين، تصل لفتره انه فيش اكسجين. فالناس اللي في الفضاء فيش عندهم اكسجين، عشان هيك بياخذوا اكسجين معهم، جرار اكسجين وبتعمل لهم التنفس. الخلايا في جسمنا لا يمكن تعمل اي فائده من الاكل الا اذا كان في اكسجين في جسمنا. فالاكسجين هذا شيء مهم جدا للانسان، عشان هيك بيقدرش يعيش بدون اكسجين. ليش بصير عند الناس اختناق؟ ليش بصير عند الناس مشاكل؟ بصير انسداد في القنوات الهوائية. ايش سبب هذا الانسداد؟ اغلاق القنوات الهوائية، الحنجرة، القصبة الهوائية، الأنف، الفم. احنا مش قلنا في الحرق ايش ممكن يصير؟ الأنف والفم يسكروا من الحروق، مظبوط؟ فبصير إغلاق لوين؟ للقنوات الهوائية. كمان من الحاجات اللي بتعمل إغلاق للقنوات الهوائية، لو الواحد خش في البحر وغرق، أو لو برد إنسان، لو خش في البحر وغرق شو بصير؟ الجسم بظل ينزل الحجاب الحاجز ويفتح القفص الصدري، فبصير هواء سالب بتعبى بدال الاكسجين ايش؟ مي. المي ايش تستفيدي منها انت؟ الله خلقنا بنعرف نستفيد من المي، بننخنق. والسمك الله خلقه بيعرفش يستفيد من الهواء، بنخنق. احنا بننخنق في المي، والسمك منها بنخنق في الهواء، واحنا عايشين والسمك عايش، مظبوط ولا لا؟ وبناء عليه سبحان الله إن كل شيء خلقناه بقدر. السمك بعيش في الماء ونحن نعيش في الهواء، السمك يموت في الهواء ونحن نموت في الماء. فدخول جسم غريب إلى الشعب الهوائية في الغرق، بدل ما يخش هواء بخش مية، بيخنق الإنسان وبيخليه إيش يصير ما بتنفسش. الحاجة الثانية، ممكن ولد صغير بياكل بزر تخش اللي هي مسكر القصبة الهوائية، أو خاش على الرئتين وعملنا له مشكلة. هذا برضو جسم غريب بخش في وين؟ في الأجسام. أنا بعرف كثير أولاد صغار، أيام ما كنت في مستشفى الأطفال كانوا يجونا أيام ياكل حبة بزر شمس، ممكن ليدن، ممكن أي حاجة بالضبط. يعني هذاك من عدة أيام، مين ساكنة في انصارات ولا واحد؟ ها؟ في منطقتكم واحد بقى يلعب في اصبع جوانتي تبعت الجوانت الطبي، ها بسحبه بده يعملوا بالون، فلما انسحبوا نزل وين؟ في القصبة الهوائية. طبعا الولد هذا ابوه ملوش الا هو كمان ولد وشوية بنات، هيك نزل في القصبة الهوائية ومات الولد، مات. طبعا حنعرف ان شاء الله كيف ممكن نسعفه هذا. دبوس، بدبوس، شيكل، كثير حاجات ممكن تخش في الجسم الغريب، جسم غريب يخش في الشعب الهوائية، زي الكلام اللي أنتوا قلتوه. في أسباب في نفس جدار الجهاز، هذه كلها أسباب خارجية ولا لا؟ ما لهاش علاقة بالتكوين التشريحي للجهاز التنفسي. في أسباب في جدار القنوات الهوائية الرئيسية،
زي الأزمة. الربو الشعبي، إيش يعني الربو الشعبي؟ اللي هو الأزمة. الناس اللي عندها أزمة بتبقي قاعدة جنب واحدة عندها أزمة، ولما تجيها الحالة بتبقى تسفر تسفير صدرها. بتسمعوها؟ مين عمره سمعت حدا عنده أو شافت حدا بتاع أزمة بتنفس؟ ها ربو، ها بالضبط. بصير كأنه وانت سامعاه بتبقى كأنه في صفارة وهو بيطلع الزفير. ليش؟ ايش هي الأزمة أو الربو الشعبي؟ عبارة عن حساسية الصدر، بنسميه من أسمائه حساسية في الصدر. حساسية في الصدر ايش بتعمل؟ بتعمل تورم في الجهاز الرئوي، بتعمل تورم في الشعب الهوائية، فبصير الشعب الهوائية لما تتورم ضيقة. الحين انت امسكي انفخي بالون وامسكي بوزه من فوق، كيف بصير يطلع الهواء؟ بصير يسفر تسفير. فلما يدق الشعب الهوائية تدق، بصير النفس وهو طالع كأنه في صفارة. عشان هيك تشخيص تعيين الأزمة صوت عند التنفس، خروج النفس، صوت عند الزفير. مع الزفير بتلاقيه صوته بيبقى مسموع جدا. هذه من علامة انه في حساسية في الصدر. الدفتيريا او الخنوق او الخناق، تسمعوا انتوا بالتطعيمات، ها في التطعيم اسمه التطعيم الثلاثي بطعمه فيه الاطفال، اللي هو الدي بي تي، الدي بي تي، هيك اسمه التطعيم. اذا فيكم حدا يعني بتتعامل مع هيك شغله، الدي اول واحد اللي هي الدفتيريا. ايش يعني الدفتيريا؟ هذه ميكروب كان بيجي للاطفال وبتجمع في الحنجره او اعلى الحنجره، وبنطلع ايام زمان كان موجود، وبتطلعي بتشوفي كانه في قشره نايلون بيضة مسكره القصبه الهوائيه او مسكر الحنجره. فشو بصير في الطفل؟ بنخنق. عشان هيك سموا المرض الخنوق. انا طبعا هذا الكلام من زمان زمان ما شفناه، لانه كل طفل بلد بطعموه دفتيريا اللي هي الخنوق، وبطعموه اللي هو السعال الديكي، وبطعموه للتيتانوس، بطعموه للتيتانوس، فغالبا يعني مش موجود في البلد. فالدفتيريا من الامراض اللي كانت بتصيب الاطفال، وبتعمل تورم وبتعمل غشاء بسد السبع جهاز التنفس، وبعدين للاختناق. حكينا قلنا الحروق، متذكرين لما قلنا الحرق ايش بيساوي؟ بيورم وبينفخ المنطقة، وبتصير المنطقة مسكرة وشبه مسكرة. عشان هيك اي واحد بنحرق في منطقة الجهاز التنفسي، قد ما كانت النسبة يحتاج الى دخول مستشفى، لانه كمان شوي ممكن يسكر خالص النفس. نسكر خالص بيعملوا له فتحة، وإن شاء الله بيكون يعني بدأ يتنفس. الأورام، الأورام اللي بتصيب اللي هو الصدر، أنا بعرف أكثر من واحد صار عندهم سرطان في الرئتين. طبعا سرطان الرئتين صدقوا ولا واحد من اللي بعرفهم صار عنده سرطان الرئتين إلا كان مدخن. أول أسباب سرطان الرئتين التدخين. كان عنده دكتور في مستشفى ناصر بدخن، وفجأة لهم قالوا عنده سرطان في الرئتين. كان النجار شاب محترم جدا، ويعني أنا بقيت تعده من أهدى ومن أحسن الشباب، فجأة اللي هو بيعاني وبقول له أنت بتدخن؟ قال لي والله أنا مبتلى بالدخان. طبعا بدخن عمري في حياتي، قديش جارنا وظلم كبير وأولاده خلصوا الثانوية، عمري ما شفته بدخن، يعني مستحي من حاله، ومع ذلك أصيب سرطان في الرئتين. فالأورام اللي بتصير سرطان الرئتين والشعب الهوائية والحنجرة غالبا من التدخين. في أحد الأطباء اللي بيشتغل أنف وأذن وحنجرة قال إنه أنا عملت حوالي يمكن 300 أو 500 حالة فتحة حنجرة، ولا واحد فيهم إلا كان مدخن. نعملها ليش الفتحة هذه؟ نعملها في حالة سرطان الحنجرة. تشوفوا ناس بتنفس من رقبته، مر عنكم أو سمعتوا يعني؟ إيه؟
لما يسكر الجهاز التنفس العلوي بنفتح له فتحة في وين؟ في القصبة الهوائية، وبصير يتنفس منها. بصير يحكي حتى بتسمعهوش، بده غلب جدا ومش كثير بزبط يعني، لأنه الهواء بخشش على الأحبال الصوتية اللي موجودة فوق. فسرطان الحنجرة من الأسباب اللي بتعمل. أسباب أخرى خارج القنوات الرئيسية، هذه برا القنوات، زي سقوط اللسان. اللسان من القنوات، من جهاز التنفسي، تنعدوش من جهاز التنفسي، لكن سمعتوا أنه اللاعب الفلاني مات بسبب إيش؟ رجع لسانه لورا. رجع لسانه لورا شو عمل؟ سكر اللي هو، واختناق، وصار عنده وفاة. طبعا هذا يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الطبيب له في الطب معرفة، إن كان في أجل الإنسان تأخيره. إذا والله ضايل لك عمر، متلاقي الدكتور يوم ما اشتره من أشطر إشي، وأي دواء بعطيك إياه بالطيب. فأما إذا من قضت أيام عدته، إذا الواحد خلصت أيامه، حار الطبيب وخانته العقاقير. أعيده، إن الطبيب له في الطب معرفة، إن كان في أجل الإنسان تأخيره. فأما إذا من قضت أيام عدته، حار الطبيب وخانته العقاقير. تصير تعطيه إيش ما تعطيه بيستفيدش، يعني بتعطي حاجة تعمل كذا تصير تعمل العكس، فخلص. لو القصة يا جماعة بالأدوية وبالعلاجات كان فيش حدا مات في الدنيا، ولا لا؟ لكن يعني في كل دول العالم بيروح الواحد على وين ما يروح، بروح إيش؟ في تابوت. فإذا إيش؟ سقوط اللسان قلنا، ابتلاء أجسام كبيرة تنحشر في البلعوم وتضغط على القصبة الهوائية. يعني أنت قاعد بتوكلي مثلا، صار لخمة في الدار، رحتي البق لسه مش مهروس كويس، بلعتي على السريع، ممكن يلف الزور. لا مش ممكن، إيش بعمل؟ بنخنق الواحد، بسكر النفس، ولا لا؟ وهذه من الأسباب اللي بتحصل كثير. احنا كثير كثير واحنا ناكل بنتشردق. ايش يعني بنتشردق؟ سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى عامل لنا طريق للاكل وطريق للنفس، طريق للاكل والشرب، طريق فقط للهواء. اذا ذره من الاكل والشرب اجت على طريق الهواء، بتقبلهاش الجسم، بتظلك تقح 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 حتى انه تطلع او تعمل لك مشكله وبدها حد يطلع. واخدين بالكم كيف؟ فدخول شيء في الحنجره او في القصبه الهوائيه بيعمل اختناق وبيعمل مشاكل. الضغط على العنق كما في حالات الشنق والخنق. لما الواحد بنشنق او بنخنق كيف بالضبط يعني بموت؟ فكركم نموت بحاجتين. شفتوا صدام لما شنقوه؟ ما أسف على ذلك يعني. كيف شنقوه؟ جابوا حبل هالخمل، تذكروا؟ يعني حبل بسحب دبابة عشان إيش؟ يشنقوه. طبعا في القانون الدولي إذا واحد اتعلق على حبل المشنقة وانقطع الحبل ببطل حكم الإعدام، بنتهي. أو حتى يعني بتهيألي يحكم براءة كمان. فعشان ما فيش أمل واحد في المليون أنه ينقطع الحبل، بجيبوا حبل هالخمل. وإيش بعدين بيساووا؟ بحطوه على حاجة عالية، طاولة أو كرسي عالي أو إيش زي هيك، وبعلقوه بالضبط. الحين بيجي واحد بسرعة بزق الكرسي، فإيش بصير؟ بصير بنزل البني آدم بسرعة. بنزل لما ينزل بني آدم بسرعة،
الحبل هذا بخلع الأطلس اللي هو أول عمود الفقري هام، بنخلع فبنقطع النخاع الشوكي، بتكون كل من تحته بموت اللي هو الجرأتين وكله بموت. الحاجة الثانية بنخنق من الحبل برضه ببطل، يعني بصير حاجتين تؤدي إلى الخنق. فالخنق نفسه بيعمل هيك شغلة. في كان واحد مريض نفسي نايم في المستشفى، طبعا أول ما يجي المريض النفسي ثائر بيبقى بدخلوش إلا الواحد يعني عامل مشكلة، فعاملين أوضة زي هيك زنزانة، فحطوه في الغرفة عبين ما يهدى، راح شلح أواعيه وربط حاله بالشباك وربط رقبته وقال في حاله هيك ووقع. بعد شوية أجوا لقوه ميت من أواعيه. فسبحان الله العظيم، يعني إذا الضغط على العنق بيعمل إيش؟ اختناق. لو إجينا استنشقنا غاز فيش فيه أكسجين، غاز إحنا قلنا من مخاطر الحروق إيش؟ الاختناقات. اختناقات ليش؟ لأنه ثاني أكسيد كربون بفيدش الجسم، اللي بطلع من النار بيعمل ثاني أكسيد كربون. ثاني أكسيد الكربون هذا على الفاضي، ما بيستفدش منه الإنسان خالص. كمان أول أكسيد الكربون سام جدا. بطلع من وين أول أكسيد الكربون؟ من الفحم ومن عوادم السيارات الكاز، السيارات ومن المصانع من وقود المصانع بيطلع أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون هذا غاز ثقيل بيجتمع مع الدم وبخنق، وللأسف أول ما بيخش في الجسم بصير الواحد بدل ما يصير أزرق وجهه بحمر، تطلع بتشوف وجهه مفتح بتقول لا كويس وبخير. بضحك على البني آدم، يعني بغش بخدع بالضبط، خداع، وبناء عليه ممكن يعمل مشاكل. وعشان هيك قلنا الناس اللي بدهم تنفس طويل اللي هم مين؟ بتعين أول أكسيد الكربون وبتعين المثبطات للجهاز التنفسي، ومين كمان قلنا اللي بيحتاج لتنفس اصطناعي طويل؟ الكهرباء، الصدمة الكهربية. مش قلنا بصير تأيب في الدم، نضل نعمل له تنفس صناعي حتى يعود الدم إلى ما كان عليه. من الحاجات اللي بتعمل برضو اختناق وتناول أدوية أو مواد كيماوية، وهذه الأدوية والمواد الكيماوية في جزء منها بيأثر على الجهاز العصبي. الخمرة مثلا، الجهاز التنفسي مع الخمرة. الخمرة عبارة عن إيش؟ كل ما خمر العقل، كل ما أثر في العقل اسمه خمرة. فالجهاز التنفسي بيشتغل بأمر من مين؟ من الدماغ. العقل هذا بطل يبعث، المخ بطل يبعث إشارة إنه أنا بدي أكسجين، بموت الواحد وهو مش داري، واخدين بالكم كيف؟ فالتنفس يعني تناول الأدوية بيعمل هيك شغلات. عشان هيك المخدرات وهذا كلها بتعمل تثبيط للجهاز التنفسي، بتنايمه. طبعا الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وبرضه أحد الصالحين بيقول استدبرت الدنيا واستقبلتها فوجدت أن فيها صالح وطالح في كل العالم، فيش يوم من يوم ما خلقت الدنيا لليوم إلا فيها صالح وطالح. من أيام أبونا آدم عليه السلام مش واحد قتل أخوه؟ قبيل وهابيل مش قتلوا بعض؟ واحد قتل أخوه، واحد قال يعني إن مددت يدك إلي لتقتلني، ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، وقتل أخوه لفسدت الأرض بالضبط. وبعدين أنت يعني لو سبت الناس هيك بكتلوا بعض، وبناء عليه يعني في كل زمن في ناس. فتناول الأدوية هذه والمخدرات وهذا بتوقف عملية التنفس الصناعي وبتثبط اللي هي العضلات، فبطل المخ يبعث إشارة إني أنا بدي إيش؟ أكسجين. الصدمة الكهربائية قلنا إنه بتعين الصدمة الكهربائية بصير عندهم تأين في الدم. شو يعني تأين في الدم؟ الموجب بروعة شقة والسالب بروعة شقة. المولكيول او اللي هو الجزيء بيشتغلش وظيفته الا لما يكون مجتمع مع بعضه، لكن لو فصلناه عن بعضه بصيرش جزيء، ببطل يشتغل.
فالدم جزيئات، الجزيئات هذه لما تنفصل عن بعضها بتبطل يصير دم، فبصير كأنه في شيء، ببطل ينقل أكسجين، ببطل ينقل الغذاء، فالصدمة الكهربية بتعمل تأين لأملاح الجسم، وهذا بخرب الجسم وبخلي الدم ما يشتغلش بالطريقة الصحيحة، وهذا بحتاج إلى مدة طويلة عشان الإنسان يرجع إلى وضعه الطبيعي. في عدة أمراض زي أمراض القلب، واحد عنده فشل في القلب، واحد عنده جلطة في القلب. القلب هو اللي بودي وبيجيب الدم عشان الأكسد، مظبوط، عشان يتشبع بالأكسجين الدم لازم مين يبعته على الرئتين؟ القلب، ولا لا؟ طب القلب تعبان، فبصير ما يعني ما يقدرش يبعث، فبصير اختناق، بصير حاجة اسمها يعني الورم الرئوي، عنده الرئتين متورمات فيه المية، تسمعوا حاجة زي هيك عند الاختيارية، بصير أو مية في الرئتين، المية في الرئتين غالبا بكون سببها مشكلة من القلب، فلما يصير مية في الرئتين بصير الرئتين ما تتغيرش أكسجين وثاني أكسيد كربون بسهولة، كمان الرئتين نفسها لما يكون فيه مشكلة، الناس اللي شفت ناس كتير من الناس المدخنين واللي بقوا دائما يعني بدخنوا بطريقة عنيفة، آخر أيام عمره لا يستطيع يروح على الحمام إلا وجرت الأكسجين معه. يمكن مرة عندكم إشي زي هيك، بروح على الحمام، يخش الحمام ولازم جرت الأكسجين معه، لا يستطيع الاستغناء عن الأكسجين ولا دقيقة، فبيصرف له هذا جرات أكسجين أو بيعبي جرات أكسجين على حسابه باستمرار. فالناس هذولا برضو إيش اللي عندهم أمراض الرئتين بسموها هذا COPD، كان سمعته بحاجة زي هيك، اللي هي Chronic Pulmonary Obstructive Disease، اللي هي تسكير رئوي مزمن ناتج عن التدخين، ناتج عن التدخين. كسور في الضلوع، لو واحد انكسر من الضلوع ممكن يأثر على الرئتين، ممكن يخزقن الرئة ويمكن يعمل مشاكل اختناق، وهذه ممكن تحصل من أي صدمة، سيارة، سقوط من علو، أي حاجة. إيش أعراض القصور التنفسي؟ كيف بدنا نعرف إنه هذا البني آدم عنده مشكلة في التنفس؟ طبعا اللون بتغير فعلا لانه ببطل يصل اكسجين للاطراف وللوجه، فبصير اللون ازرق، بصير في عرق، بصير ايش اختناق، مش قادر، صوت النفس بصعوبة، الشفايف زرق، العينين بيبدأ الحدقة تتسع، وبيبدأ يفقد وعيه، وبعد شوي بسقط على الأرض وإن ما لحقناهوش بموت. يعني أنا أقول لكم قصة صغيرة، يوم أنا قاعد في البيت وإذا بمرة جاي ببنت عمرها يمكن أشهر، البنت صغيرة أم شهرين ثلاثة، إيش يعني بتكون بتعرف في الدنيا ده ولا حاجة، طلع في البنت زرقة زرقة، قال لي هيك البنت ومناخيرها الاثنين مرشحة مسكرات مخاط، كيف بدها تتنفس؟ فيش إمكانية، ولا لا؟ صغير. شو أنا عملت؟ بكل بساطة على السريع حطيت إصبعي بس بين شفايفها وفتحت تمي، تم البنت يعني تنفست ورجعت كويس، قلت لهم يعني ولي بزبط شيء، مناخيرها مسددات، نظفي لها مناخيرها وأعطيها علاج عشان تفتح مناخيرها. أكيد البنت لها مش أقل من 3-4 أيام مرشحة، ولا لا؟ فمناخيرها مسددة وبنت صغيرة مش فاهمة، قالت هيك بالضبط ومناخيرها مسددة من بدها تتنفس، ففتحت لها مجرى التنفس وصار، فبصير إيش اللون أزرق والبنت بدأت تفقد الوعي ويعني
يعني عينيها الحدقة متسعة، كل هذه الشغلات بتصير في حالة مشكلة اللي هي الغازات السامة وأول أكسيد الكربون قلنا اللي بطلع من عوادم السيارات، وبطلع من وين كمان قلنا؟ من الفحم. بطلع من الفحم. كان زمان يعني كثير يتكرر انه يقوموا ثلاثة أربعة من دار لقوهم ميتين، ايش الدعوة؟ جايبين كانون حاطين فيه فحم ومسكرين الغرفة ونايمين، فييجوا الصبح يفتحوا عليهم لقوهم ميتين. كمان كان بيصير أكثر سواقين السيارات الأجرة الكاز، يبقى الواحد عامل له كراج كويس والدنيا شتاء مثلا، فيخش في الكراج ويسكر ويفتح سيارته ويشغلها تسخن، العوادم اللي تطلع تخم، فييجوا يلاقوا الراجل متوفي وين؟ في وسط سيارته من أول أكسيد، من أول أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون اللي بيطلع من عوادم السيارات وبيطلع من الفحم. طبعا أسوأ بكثير من ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2، هذا CO بدون 2. نعم، بصير قلنا عندهم صداع، غثيان، ضعف وانهيار وفقدان الوعي. كيف بدك تعرفي انه هذا الانسان بتنفس او بتنفسش؟ في عدة حاجات ممكن نعملها. الحاجة الاولى بتطلع عسده، انا جيت على واحد بدي اعرف بتنفس ولا بتنفسش. واحنا قاعدين بنحكي فترة طويلة جدا عن مشاكل التنفس، بنفعش في حدث انه اقعد انا ساعات وانا ادور على شيء. يعني انا مسموح لي يعني لعند 4-5 ثواني 8 ثواني انطارت ثواني، لانه كل ثانيه بتاخر فيها بصير في ضرر. فكيف بدي اطلع انه بتنفس ولا بتنفسش؟ حركه الصدر، اذا صدره بيطلع وبنزل بتنفس، بيطلعش وبنزل معناته ممكن يكون بتنفسش. ما لقيتش صدره بيطلع وبنزل بدي اعمل حاجه ثانيه. إذا في هواء بخرج من الأنف الفم، كيف بدي أحسه هذا؟ بحط ساحل وجهي شكله هيك وبحس في هواء بيطلع أو لا، أو بسمع صوت هواء بيطلع أو بيطلعش. ماشي؟ الحاجة اللي بعدها لو جبتي ورقة فاين وحطيتيها أمام أنف المصاب، إذا بتنفس شو بصير؟ بصير الورقة تطلع وترجع تطلع وترجع. طبعا هذا كله بدائل، يعني انت بتعملي واحدة فقط، مش تيجي هاي اذا خلصناها نروح ندور على ورقة بعدين نروح ندور على كذا، بكون زمان الحمد لله يعني ما عملناش شيء. مش هيك؟ كمان من الحاجات اللي ممكن اعرف فيها بتنفس ولا بتنفسش، عمرك وقفتي على المراية في الاربانية تشتا؟ في المراية ايش بصير شكل المراية؟ بصير غبرة من بخار المية اللي بيطلع من النفس. فلو جبت مراية، معاك مراية قدرا، وحطيتيها قبيل أو بجانب الفم والأنف تبع المصاب، إيش بصير فيها؟ بتغلمش إذا في نفس، وإذا فيش نفس بتظلها صافية. ففي عدة حاجات يعني فش يا ستي خيط، خيط رفيع جيبيه حطيه جنب الأنف والفم بتلاقيه بصير يتحرك مع الهواء. ففي عدة بدائل ممكن تعمليها. كمان بيبدأ الشفايف والأطراف الأصابع يزرقوا، بعد شوية بتلاقي إيديه ورجليه بدوا يبردوا وحدقة العين بتتسع وبصير علامات الموت. عشان هيك بتيجي على زلم اختيار مثلا بتقول له بالله تعال شوف هالراجل، بقول لك يا عمي الولد لسه سخن، هذا لسه الحين ميت، لكن لو كان هذا متلج زمان ميت. هذا واخدين بالكم كيف؟ ليش زمان ميت؟ لأن الدورة الدموية بطلت تصل لباقي الأطراف أو بطلت تتحرك فببرد. لكن وإحنا حي، البني آدم حي والدورة الدموية شغالة، الدورة الدموية بتدفي كل الجسم، بتسخن كل الجسم. وقفت الدورة الدموية بدأ الجسم يبرد، بتحسي صار عند البني آدم تثليج. عشان هيك بيبدأ يصير برودة في الأطراف. احنا طبعا لو جينا وعملنا فحص
ولقينا الواحد بتنفسش، ايش ممكن نعمل له؟ اذا قررتي انه بتنفسش بدون تردد تبدي تعملي له تنفس صناعي. ماشي؟ كيف بدنا نعمل له تنفس صناعي؟ بدنا نتاكد انه مجاري التنفس فاتحه. كيف بدي اعمل تنفس صناعي؟ اذا المجاري التنفس مش فاتحه مش حيخش الهواء. فبدي اتاكد من وجود تنفس عن طريق انه مثلا الانف والفم والقصبه الهوائيه والحنجره كله فاتح، والا بصير انفخ بخشش الهواء ولا لا؟ اثنين، اذا عملت تنفس وما حسيتش انه هذه فاتحه بدي افتحها. كيف بدي افتحها؟ ممكن اللسان داخل جوا بسحب اللسان الى برا. ممكن انا لو حطيت ايدي وفي جسم غريب مثلا احط ايدي واسحبه، واخدين بالكم كيف؟ من الحاجات اللي مهمه في عمل التنفس الصناعي اني افتح القصبه الهوائيه. كيف بدي افتح القصبه الهوائيه؟ عمرك عرفتي تشربي مي وانت نايمه على ظهرك؟ ها؟ ليش؟ ها؟ طب ليش؟ ماشي صح كلامكم، تخش ليش؟ لانه انت نايمه بفتح مجرى التنفس. وانت نايمه بنفتح مجرى التنفس، فلما انا بدي اعمل تنفس صناعي بدي افتح مجرى التنفس ولا لا؟ كيف بدي افتح مجرى التنفس؟ بدي اخلي الدقن هذه اعلى جزء، وهو نايم طبعا على طاوله او على شيء، بدي اخلي هذه اعلى جزء في الجسم. يعني هي البني ادم هيك مبين راس، بدي اخلي اللحيه الدقن اعلى جزء في الانسان، فهذه بتعمل عمليه فتح لمين؟ لمجرى التنفس. فبصير سهل اني ادخل. كيف بعملها هذه الحركه؟ انه يصير الواحد زي هيك باحد حركتين. الحركه الاولى انه بحط كف الايد على الجبهه، والثانيه تحت اللحيه وبرفع. هذه بتدخل وهذه بترفع فبيطلع هيك. في واحدة ثانية ممكن احط هذه هان والثانية تحت الرقبة. احط الايد تحت الرقبة والثانية وين؟ على الجبهة وارفع، هذه بترفع وهذه بترفع. فبصير ايش؟ الرقبة مستقيمة، فبصير سهل جدا انه البني ادم ايش؟ يتنفس. وبدب صدري وبسكر الانف وبنفخ في فم المصاب. لما انفخ في فم المصاب بده يصير عندي ايش؟ مع النفخ بده يطلع صدر المصاب ولا مش هيك؟ بدي انفخ واطلع في صدر المصاب. اذا والله ارتفع صدر المصاب يبقى انا بشتغل صح. ما ارتفعش صدر المصاب يبقى في مشكله. بحاول اطلع ثاني، يمكن في شيء مسكر اللي هو قناه التنفس، او انا مش تاني الرقبه كويس، او انا بنفخش كفايه. ببدا من جديد، وهذا كله لازم يكون على السريع بحيث انه بعد هيك طبعا بدي اطلع. بظل اعمل تنفس صناعي لوقت ايش؟ اذا بدا الانسان يتنفس تلقائي، نعمل له تنفس صناعي وبدا الانسان يتنفس تلقائي. بدا الانسان يتنفس تلقائي خلاص ما فيش داعي لعمل التنفس الصناعي. او اجى واحد يشتغل عني، يعني اجى المسعف او اجت سياره الاسعاف وبداوا هم يعملوا له تنفس صناعي بجهاز مثلا، او هم نفسهم يعملوا جهاز تنفس صناعي، بقول لهم مش لا وقفوا، هذا شغلتي مش شغلتكم يعني. او اجى انسان متخصص مش انا كمسعف وقال عظم الله اجركم الحاله توفت،
اللي بقول انه الحالة توفت مش انا كمسأل، واحد متخصص بقول انه الحالة تنفس توفت. ايش طبعا عملية التنفس الصناعي؟ قاعدين بنقول تنفس صناعي وكيف نعمل تنفس صناعي، ايش عملية التنفس الصناعي؟ ادخال هواء للشخص اللي ما بتنفسش او في عنده فشل في عملية التنفس، وذلك بواسطة المسعف. انا يعني ممكن انفخ بتمي او بواسطة جهاز. انا بتجيبه، عمرك شفتوا البالون الاسمر هذا الكبير اللي فيه كمامة في قدامه؟ ها؟ ممكن نعمل تنفس منه. في اليوم اجهزة، في اليوم اجهزة تلقائي اللي راحت عمرها زارت العناية المركزة في الشفاء. ها؟ إذا حدا انضار بها سيارة ومش صاحي ولا في وضعه صعب بحطوه في العناية المركزة، مش هيك؟ اللي جنب الاستقبال. بتلاقي معظم اللي في العناية المركزة على أجهزة تنفس صناعي، نفس الجهاز بيطلع وبنزل وعامل كأنه رئتين خارجيات وبدخل له هواء. فإذا يعني واحد لزمه بنحط على الجهاز التنفس الصناعي، فإما إنسان وإما جهاز بيدخل أكسجين للإنسان، ويلاحظ أنه كلما كانت بداية إدخال الهواء أسرع كان تلف الأنسجة أقل، لأنه الإنسان مخه بتغذى على الأكسجين وعلى الجلوكوز. طبعا إذا غاب الأكسجين عن البني آدم حتى 4 دقائق، حتى 4 دقائق بصير تلف مسترد، يعني بتقل لسانه، بهلوس نتفه مش صاحي، مش عارف ايش بدور حواليه، كأنه مخبوط على راسه. لكن تاني يوم بعد ساعات بتلاقيه بصحصح، هذا اذا لعند 4 دقائق. لكن اذا وصل ل8 دقائق بصير تلف دائم. ايش يعني تلف دائم؟ من غاب الاكسجين 8 دقائق عن المخ بصير تلف دائم، بمعنى انه ممكن المخ يعيش لعند 8 دقائق بدون اكسجين. اذا صار 8 دقائق بيبدا يفقد بصر مثلا، يفقد سمع، يفقد ايد ورجل، ممكن يصير تخلف عقلي، يعني يصير مجنون، مش نعم، اخرس. كل الجهاز العصبي هو نصيبه، يعني وين صار في تلف، في بؤره من الجسم بتعمل اللي هي التلف. طبعا كيف بدك تعرف انه يعني المسعف هذا المصاب بيستجيب ولا بيستجيبش؟ تيجي عليه وبتصرخي، ايش اسمك يا عمو؟ مرحبا يا خال. بتبكي على كتافه، بتحركيه، رد معناته في استجابه، ما ردش معناته ما فيش شيء استجابه. واذا كان المصاب واعي والقلب ينبض فلا داعي لاجراء لا تنفس صناعي ولا انعاش قلب. القلب بدق وفي نفس، ليش عملت تنفس صناعي وليش عملت انعاش قلب؟ خلاص انت. الحاجة المهمة جدا انه مجرد انت ما تعملي اول فحص وتكتشفي انه البني ادم بيتنفسش، تبدي فورا تعملي تنفس صناعي، تبدي فورا تعملي تنفس صناعي، حتى لو يعني مش متأكدة تماما انه بده ولا بدوش. مش حتخسري شيء لو عملتي له تنفس صناعي، لكن حتخسري كل شيء لو كان متوقف التنفس وقلت لا مش لازم، ولا لا؟ تخسر كل شيء اذا كان يعني البني ادم مات. انا كمسعف هدفي الاول انه انقاذ الحياه، فلما ما انقذهاش بكون ما عملتش اي هدف، وطبعا بيستمر حتى يستعيد قدرته او ناس تيجي تساعدنا. كيف طرق التنفس الصناعي؟ احنا بنعمل تنفس صناعي وبنقول تنفس صناعي، كيف ممكن نعمل تنفس صناعي؟ في عدة طرق لعمل التنفس الصناعي. الطريقة الأولى والأكثر شيوعا اللي هي من الفم إلى الفم، بمعنى أنه أنا بدي أنفخ في فم المصاب، من فمي أنفخ في فم المصاب، وهذا اللي بسموها إيش؟
قبلة الحياة، بسموها قبلة الحياة. بيجي المسعف بنفخ في فم المسعف. طبعا أنا بقول كيش إنه تحط تمك على تم الراجل بدون حائل؟ لو جبتي قطعة قماش ماشي وحطيتي وتنفستي فيش مشكلة. أنا بزعل جدا جدا لو واحد مثلا مر عن بنتي أو مرتي أو مرت ابني أو قريبتي وكانت بتتنفسش وهو بيعرف يعمل تنفس صناعي إلا وما عملش. ولا بتزعليش؟ فيش في الحياة والموت هذه بنفكر فيها في الأهم اللي هو حياة الإنسان. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ومن أحياها، فأنا بدي يعني حياة. حياة هذه حاجة مهمة جدا جدا، يعني أغلى ما يملك الإنسان حياته، ولا لا؟ بالضبط بالضبط. فبناء عليه إذا مات هذا الإنسان أنا بكون يعني ممكن أؤثم إذا كان بقدر أعمل له إيش وما عملتوش. فسواء كان راجل سواء كانت ست ولقيته بتنفسش سد وغير أخش أعمل تنفس صناعي. ست ولا راجل، أنا متأكد تماما لو مرقت عن جارتنا وهي تتنفسش وما رضيتش أعملها تنفس صناعي يمكن يكاتلون الناس، يمكن يطخوني حتى، لأنه أنت كان بإمكانك تنقذ حياتها. وأنا بعمل اللازم، وإذا ربنا ما فيش ضايل باقي عمر بكون ما قصرتش، لكن أنا بأخذ بقمة الأسباب وكأنها كل شيء وأعتمد على رب الأسباب وكأن الأسباب لا شيء، لكن بدون أنه أقصر. نعم. لا لا، ما احنا قلنا الله يسامحك. ايش هذه؟ حضرتي هذه انت؟ هذا ما حضرتيهاش؟ اه، مين ترد عليها صبايا؟ مين ترد عليها؟ شوف اللي شرحنا مفهوم ولا مش مفهوم، تفضل. 21% اكسجين في الهواء الجوي. نعم. الجسم بياخذ 5%، بضل قديش من 21؟ قديش بضل؟ بضل في هواء الزفير 16% اكسجين. بدليل انه لما بتنفخي عن النار يا بركه ايش بصير في النار؟ بتولع. ليش؟ بتعطيها اكسجين. لو كان كله ثاني اكسيد الكربون كان ايش سويتي؟ اذا كانها مولعه ونفخت عليها طفت، ولا لا؟ يرضى عليك ربنا. فاذا ايش؟ عشان نعمل تنفس صناعي من الفم للفم، وفي من الفم للانف، ومي في من الفم للفم والانف. من الفم للفم في الوضع الطبيعي، واحد بالغ عاقل فيش اصابه في الوجه فيش اصابه في تمه في اسنانه ممكن اعمل له ايش؟ من الفم للفم. كيف بعملها؟ بنيمه على ظهره. عمريش انا شفت حدا بيعمل تنفس صناعي لواحد وهو واقف. نعمل لواحد وهو واقف؟ طب هو اصلا بده تنفس صناعي بيقدر يقف؟ ها؟ فيش امكانيه يقف، فلازم يكون مستلقي على ظهره على ارض مستويه، وبنرفع اللحيه او الدقن الى اعلى مكان عشان نفتح القصبه الهوائيه، وبأسكر باصابعي الانف وبدب صدري هواء وبنفخ وين؟ في صدر المصاب. بطلع طبعا مع النفخ لازم صدر المصاب يطلع. يطلع بمعنى انه دخل الاكسجين او دخل الهواء. بعدين بسيبه برجع ثاني وبعمل العمليه حوالي 18 مره في الدقيقه. طبعا ممكن تلاقي حاجات غريبه في تم المصاب زي الضبه. لما تيجي تلاقي الضبه واقعه، الواحد لما بصير فاقد للوعي او ميت ممكن ضبته تفلت وتقع، تسكر اسنانه تمه، تسكر نفسه. هذا بدي احاول اطلعها. في ممكن تلاقي رمل محل الهواء او محل الاصابه، او ممكن تلاقي اي حاجات معينه في تمه. فهذه بكل بساطه يعني بتلف ايدك بقماشه باي حاجه وبتسحبيها وبتنظفي المكان، وبتبدي بعدين تعملي اللي هو التنفس الصناعي زي ما قلنا. عشان تضبط عمليه التنفس الصناعي لازم الانف يكون مغلق جيدا. لو نفختي من التم والانف فاتح شو بصير؟ الهواء بدل ما ينزل على الرئتين بيطلع من الانف، ما عملناش شيء.
لكن لما يتسكر الأنف وأنفخ فيش مجال للهواء إلا يروح على الرئتين، بروح على الرئتين وبصير ما يسمى زي ما قلنا. يعني بكل بساطة مش عيب ولا حرام ولا غلط إنك تحطي قطعة قماش بتنفذ الهواء بين فمك وفم المصاب. واوعي اوعي تقولي زلمة او شاب وعيب، هذه حرام، فش فيها عيب وفش فيها انقاذ حياة. حطي قطعة قماش منديلك طرفه وانت بهيك بتحطيه وبتنفخي، مش بنفع؟ بنفع ولا بنفعش؟ اما اسيبه يموت وامشي واعمل حالي مش شايف، صدقوا هذه ربنا بحسب عليها. ليش رايك يا حجة؟ صح؟ بصح انه اسيب واحد بموت وانا بقدر اعمل له شيء؟ ما بصحش. نعم. الان احنا قلنا في الكبار لازم اثني العنق الى الخلف. مين عمرها يعني مين شافت اخر مره طفل عمره اسبوع او شهر او يوم؟ ايه شفتي طفل؟ وقتيش شفتي؟ قديش له رقبة؟ قديش بعيد راسه عن صدره؟ في شيء طلع في الطفل بتلاقي رقبته راكبة على كتافه، صح ولا لا؟ ايش هذا بفيدني في عمل التنفس؟ اذا كان عندي طفل رقبته صغيرة بتنيش الرقبة زي ما عملت للكبار. ليش بتنهاش؟ لانه اصلا في شيء مكان لو تنيت حسكر القصبة الهوائية، هي بشكله العام تبقى مفتوحة كويس. فلو تنيت أنا كأني مسكت واحد وتنيت راسه إلى الأمام، واحد بالغ وأثني راسه إلى الأمام وأتنفس ما بدخلش الهواء في الرئتين. فالطفل زي هيك بالضبط، إذا كان في طفل بحاولش أثني رقبته مطلقا، وإذا كان أكبر شوي بتنيها أقل، وإذا كان كبير شوي أكثر شوي، وهكذا. واخدين بالكم كيف؟ ففش تاني للرقبة وبندب صدره هواء على قدر الحاجة إلى الهواء. إيش يعني؟ يعني ولد عمره يوم، مش ولد يعني ذكر، مش شرط، طفل عمره يوم، بقدرش أنا أدب صدري وأنفخ في صدره. لو دبيت صدري ونفخت في صدره بنفجر صدره. قديش بسع صدره هو؟ كل صدره هالقد، قد هذه، مظبوط ولا لا؟ فبكل بساطة بدب بقي بس هالقد وبنفخ فيه، بتكفي صدره بتمليه. لكن لو نفخت دبيت صدره ببعطه، فبدب بقي بس، وهكذا بكثر الهواء على هواء العمر. كل ما كبر العمر كل ما حطيت هواء أكثر على حاجة الإنسان. في طرق أخرى، هذول الطرق يا صبايا يعني بديش تعرف فيها الحيثيات، ماشي؟ بدي تعرف فيها بس إيش؟ الأسماء. أنا هقول لكم إياها كيف وكيف أهدافها. أهدافها تخريج الهواء من الصدر وتطليع وتدخيل بداله، أو تطليع تدخيل هواء وتخريجه، هيك بتعمل بالضبط. فالآن في عندنا واحد اسمه سيلفستر، واحد اسمه هافارد، واحد اسمه شيفر، واحد اسمه كول روش. هذول كلهم ايش بيساووا؟ واحد بيجي بقول لك اقعد عند راس المصاب وامسك ذراعيه الاثنين زي هيك وحطهن على الصدر وقص. لما اقص على الصدر ايش بعمل؟ بطلع باقي الهواء اللي في الصدر. الحين انا بعد ما اطلع الزفير مش بضل هواء في صدري؟ بضل ولا بضلش؟ بضل. فلما انا اضغط على الصدر بطلع بواقي الهواء اللي في الصدر. بعد شوي بعد ما اضغط اسحب ايديه لفوق. لما اسحب ايديه لفوق ايش بصير؟ برجع الصدر لوضعه الطبيعي والعضلات اللي هنا بتفتح، فبصير بده هواء جديد فبخش الهواء.
مصورين، هذا واحد من اللي بيعملوا هيك شغلة. واحد تاني بقول لك لا، نايمه على الجنب وارفع ذراعه لفوق وبعدين نزله واضغط عليه. نفس الفكرة، ايش سوينا؟ فتحنا السدر خش هواء وطلعنا الهواء. واحد ثالث بقول لك لو كان يعني نايم بتيجي على صدره وبتضغط بكل ثقلك وبترفع. مكتوب مرسومة عندكم الصور ولا لا؟ ها؟ كلها مرسومة في الكتاب. وبتضغط بكل صدرك، لما تضغط بكل صدرك بكل ثقلك ايش بتصير؟ الهواء اللي جوا بيطلع، ف بخش اللي هو لما ترفع ايدك بخش الهواء مرة ثانية. وهكذا يعني في عدة طرق. يعني لو انت مثلا بدكيش تعمل تنفس صناعي فم للفم، شب وعيب وايش يقولوا الناس وبديش، ممكن تعمل الطرق هذه ولا لا؟ الان في اللي فات في شيء مش واضح؟ في شيء مش واضح؟ هذول الطرق بس احفظوا انه في هذه الطرق فقط. يعني اذا بتيجي في صح وغلط واختيار متعدد. مش هقول لك كيف بعمل روش ولا كيف بعمل الفستر ولا كيف بعمل هافر ولا حاجة. الغريق وين الناس بتغرق؟ في المي. عارفين وين بيغرقوا؟ بيغرقوا على شبر مي. مين شافت رحلة غرق فيها حدا؟ عمركم رحتوا على البحر وشفتوا غريق أو حدا غرق؟ أو سمعتوا مثلا إنه في إيش بتسمعوا؟ رحلة شباب أو أطفال راحوا وغرقوا ثلاثة، مش هيك؟ مش هيك بنسمع؟ يعني بتكونش الغرق بس لواحد، غالبا مش أقل من اثنين إلى ثلاثة اللي بيغرقوا في المكان. عارفين ليش؟ وعلى الشط، على شبر ميه. ما انا قاعد بقول بيغرقوا الناس على وين؟ على شبر ميه. ايش يعني شبر ميه؟ هاي كيف يعني؟ لا فوش اسمه ما ينقذوا، يعني بيجي واحد ينقذهم فبيروح يغرق الثاني، بيسحبوا معاه. نعم، هو الغريق دائما الغرق او معظم الحالات الغرق على شط البحر. ايش اللي بصير بالضبط فيه؟ نعم، بكون في صخر وموج وبكون في جور. الارض مش مستويه، البحر. عشان هيك اخواتي الماجدات اليوم في حاجه اسمها شط البحر المنقذين، مزبوط. المنقذين هذول ايش بيساووا؟ بيبقى قاعد على هالقبه ومعه صفاره، لما يشوفك بعدت غاد في اشاره حمراء قلطيها وخشيت المي بسفر عليك وقفي، صح؟ انت بتقول ايش بده الزلمه هذا؟ ماله قاعد بيضحك علينا ولا ايش هو؟ وعلى الشق الثاني كذلك. هذول الناس بيجوا بيعملوا دراسه للشط، وين في جوره؟ بقول لك ممنوع السباحه. وين في خطوره عليك؟ بقول لك ممنوع السباحه. طبعا احنا يعني زي ما قلنا بنقعد ست اشهر نترجف الاهل عشان يودونا على البحر، فبدنا نخش في الميه يعني، مش هيك؟ فبنروح وين مكان، وهذا خطا. الاصل انه المناطق اللي محطوط عليها اشاره حمراء ممنوع تقربيها. ايش اللي بصير في المناطق هذه؟ غالبا تبقى راك ماشي في البحر، المي جاي ياكلها من الجلي، كله هذا فوق بتنفس وواقفه على الارض وفيش مشكله، مش هيك؟ الحين وانت ماشيه في جوره، الا انت نازله، الا انت نص متر تحت، نص متر تحت في الجوره، الا المي منك وفوق كمان بيجي 20 سم. تصير تقول في ايدك زي هيك، ما حدش ايش؟ طبعا بشوفك اخوك، بتشوفك صاحبيتك، بتخش تجري اللي هي غرقانه زيك، مش هيك بصير؟ المنقذ اللي بيعرفش بيجي يخش واحد اللي هو غرقان، الا بقول لك بس وقف.
طبعا هذه الشغلات يا صبايا فيش فيها مزح، ان اخش في البحر واصير اقول لهم الحقوني غرقان، لانه اذا غرقتي صحيح وانت مازح عليهم مره او تنتين بردوش عليكم. عارفين قصه اللي يوم من الايام اجى على البحر غرق لانه بضحك على الناس؟ في كان يوم من الايام مجموعه، فواحد منهم خش جوا في البحر وقاعدين هم في الخيمه، خش شوي اللي هو بالحال حقوني، انزل واحد اجراي لما وصلوا قال له والله يا شيخ بضحك فش شيء. يا راجل احنا خفنا عليك سلامتك. طيب صور بعد خمس دقائق قال الثاني عملها كمان مزحه مضبوط، قالها يمكن الزلمه عن صحيح الدور غرق، سحب حاله وراح يجري عليه، راح يجري قال له والله شيخ معلش بضحك، انت اللي واقف له هالشيء، فكره فلان يجي مزح. ثالث مره غرق فعلي، قال ايه هي، قالوا له عندك ضل تضحك علينا وكثير الى ان توفي في البحر. فهذه الشغلات فيش فيها مزح، يعني انا الغريق فيش فيها مزح. كمان انا عشان اعمل اسعاف لغريق اول حاجه بعملها ها اطلاقا المي، ولا بفكر اطلعها نهائي كمسعف. المي ماليش علاقه فيها نهائي. ليش؟ اللي بهمني الاكسجين يخش للجسم مش تطلع المي. انا بدي اقعد ربع ساعه اطلع في المي وفيش اكسجين بكون زمان توفى وما فيش رجع، ولا لا؟ فالان يعني مجرد ما اشوف حدا غرق بدي اصرخ للناس الحقوا يا ناس، وانا على الشط في حدا غريق يمكن ربنا يبعث لك بواحد مع حسكه، واحد منقذ، واحد بيعرف يعوم يجيكي. بعدين في عندك اي وسيله تواصل مع هذا البني ادم، زي قطعه خشبه، زي بربيش، زي عجل، زي اي حاجه بترمي له اياه وبتحاولي ما تصليهوش، لانه هذا الغريق مجرد ما تصليه حيمكن فيكي، مكن فيكي بدك تنقذي حياته. انت امل الوحيد، مش هيك؟ انت الامل الوحيد، فاذا كان الامل الوحيد انقطع معناته راحت عليه العمر، وبشد فيك وبنزل انت وياه في الميه، وبعدين بدل ما نكون واحد بنصير اثنين. فبدي الفت نظر، اول خطوه بدي الفت نظر الموجودين، اصرخ، ازعق، اهلل، اعمل اي حركه، ثم احاول ابعث له حاجه زي عصا، زي حبل، زي مثلا اي شيء يمسك فيه حاجه شيء للنجاه، وان شاء الله ربنا ببعث بواحد بيطلع اللي هو الغريق من المي. اول حاجه بنفكر فيها للغريق انه نعمل له تنفس صناعي اذا بتنفسش، حتى انه التنفس بتم في وسط الميه. انا كان عندي صوره مش عارف موجوده ولا لا، بيعمل تنفس في وسط الميه، حامله هيك وجاي في جنب راسه وبنفخ بيعطي له اكسجين، لانه اذا استنيت عبين ما تطلع ممكن تكون بدها مده طويله ياثر عليه. كمان اذا بديت اطلع بس المي بدون اكسجين حتاخذ وقت طويل، واخذين بالكم كيف؟ مجرد ما يطلع برا بدي انيمه بطريقه عكسيه. كيف طريقه عكسيه؟ بدي انيمه بالشكل هذا. طبعا هنا بنحط رمل، ماشي، وابدا اعمل له تنفس صناعي زي ما بعمل للبني ادم العدل بسهوله. هذا بتنعمل بتزيح الرمل على شط البحر هيك شويه، فبصير الارضيه مايله. ليش بعمله بالشكل هذا؟ بعمل له تنفس صناعي. الحين بخش الهواء باخذ الاكسجين، وهو طالع الهواء بطلع معه ايش؟ الميه بالجاذبيه الارضيه او بالاواني المستطرقه، مش هيك؟ يعني راسه تحت؟ نعم. لا يا اختي، راسه تحت عن رجليه، يعني بخلي رجليه فوق وراسه لتحت. احنا في الوضع الطبيعي بيبقى عدل، ماشي، لكن الحين عندي هاي بني ادم هيك، هاي راسه وهي مستوى، بعمله بالشكل هذا، راسه تحت وببدا اتنفس. الحين لما اعمل له تنفس صناعي ايش حيصير؟ الهواء والاكسجين حيخرج جوا، وهي طالعه الميه الاكسجين وهو طالع ايش بطلع معه بالشكل هذا؟
حيطلع مع الماء، مزبوط ولا لا؟ أكمل نفس 3 4 5 مرات تنفس، بتلاقي الهواء طلع المية لحاله وأخذ أكسجين. هذه بالضبط كيف أنا بتعامل مع إنقاذ الغريق. طبعا ممكن واحد يغرق في حوض، انتوا بتروحوا على مدينة النور، مين عمر راحت على مدينة النور؟ روحتي؟ في عندهم مية وسباحة، ممكن واحد يغرق، في خاصة الأطفال، كيف أنا ممكن أنقذه؟ بكل بساطة لو جيت على حفة البركة ومدتي له رجلك، أو على حفة البركة ومدتي له عجل، أو على حفة البركة ومدتي له قطعة خشب، بمسكها وبتنقضي، ماشي؟ فإذا كنت تعرفيش تسبح، وإذا بتعرف تسبح بتخشي وبتطلي وبيطلع من اللي هو. زي ما قلنا فور خروج الغريق يجب الاهتمام بالتنفس أولا وقبل كل شيء، وبعدين الاهتمام بالمية. أنا مش بقول يعني عشان بديش إياك تقولي صح، لا، لما قلت بطلع المية أول شيء قلت لك لا لا، نعم. وأخيرا ينقل إلى أقرب مركز طبي.